اوكي بسم الله. فزي ما حكيت لكم احنا هلا في هذا تشابتر البيلدينج انفورميشن سيستم في هاي الاوبننج كيس على هاي الشركه. فبدهم هذا الشركه they need a new system to help workflow more smoothly. الورك فلو اجراءات العمل او انسياب اجراءات العمل يكون بسلاسه اكثر. مثلا هاي الشركه بتشتغل وبتحكي بدكم تقراوا هاي الشركه وبتسال هون بالبدايه انت لو المغسل اللي عندك لها الحنفيه لها مي سخنه لها مقبضين ولا مقبض واحد. فبالنهايه هو اللي بتقراوها بتحكي على كيف على product development process. انا في هاي المؤسسه كيف بدي عندي تطوير لإجراءات العمل أو للمنتجات اللي عندي ولا خلاص حنفية تعتمد مليون سنة. فالكيس الأولاني كمدينة مدريد كانت كتير تختلف عن الكيس الثاني شركة تأمين. وهلأ كيس ثالثة اللي بتحكي كيف أنا بدي أطور المنتجات الريسيرش and development داخل المؤسسة. فكيف بدهم يعملوا أبحاث ويطوروا منتجات بشكل جديد عشان يكون عندهم ميزة تنافسية. وهذا الإشي المشترك في كل الكيسز إنك أنت تكون عندك strategic advantage. فهاي الشركة وفي زيها شركات كتير بالعالم كيف قدرت تطور منتجات. طبعاً how they يعملوا product development process. ففي خطوات إجراء العمل كيف بدهم إجراء تطوير المنتجات. So هاي الشركة عملت automate the business processes إجراءات العمل تبعتها طورتها. عملت إشي اسمه streamlining and efficiency. إنها ضبطت الخطوات هذا وصار عندها كفاءة. The process for initiating a capital expense request was one of the exceptions. المشكلة إنه في هاي الشركة عشان الموظفين تاعون الريسيرش اند ديفلوبمنت يطوروا منتجات جديده بدهم مصاري. هاي المصاري بدهم راس مال. هذا راس المال مين كيف بدهم يتم الموافقه عليه؟ فعندهم بروسيس. هذا البروسيس تو انيشيت كابيتال اكسبنس ريكويست. انا بدي اطلب مصاريف راس ماليه عشان ابلش اشتغل في مشروع تطويري. طبعا هذه الشركة اللي اسمها موين بروسيس تو انيشيت ا كابيتال بروسيس ريكويست سموها سي ار اي. اذا عندهم مشكله عندهم طريقه عمل عندهم بزنس بروسيس اللي هو سي ار. فكان هيفلي مانوال كله يدوي. طبعا هن بلشوا يشتغلوا عليه وبلشوا يشوفوا كيف بدهم يجربوا السيستم ويطوروا فيه. وانت يسبمت هذا الريكوست ويمشي من خطوة لخطوة تبكلي زي الكيس او الفيديو كيس الثاني تاع شركة التأمين اللي فيها كليم. مش واضح استاذ. ايه صوت. فان شاء الله يكون هلا اوضح. فانا بدي تطلع على هذا الرسمة. وهاي الرسمة انا زي ما حكت ميس نجوان على الفلو. شبيبة قطع كتير عندك أبو يوسف. قطع رجعتوا.
ردك امبارح قطع. Anyways, هلا هذا الشرح اللي بسجلهم كفيديوز وبنحط لكم اياهم اونلاين على المودل. اوكي خليني اشوف. هلا هون في عنا زي ما حكيت لكم بالنهايه, واظن مس نجوان في مداخلتها بالفيديو الاولاني اللي قبل هذا كانت تحكي على بروسيس واجراءات عمل. واذا بتطلعوا هون اي بزنس بروسيس عشان نحوسبه, في عملية الانفستيجيشن. عمار ميوت يور مايك. هاي الانفستيجيشن ستيج, بهاي المرحلة أنا بدي زي التحليل وبدي أدرس وأعرف الوضع وأحلل زي ما أنتم شايفين. then مرات في كتب في business processes هذول الخطوتين investigation and analyze بكونوا بخطوة واحدة, بس بشكل عام you need to identify وتحدد, بعدين بتعمل تصميم, بتطور هذا التصميم, بتعمل له testing, then you do the بتروح بتطبقه implementation. وهذا السايكل وهذا البروسيس هذول اللي هن الخطوات او اجراءات العمل او الديزاين سايكل لاي بزنس بروسيس اوتوميشن. اذا انت بدك تروح تحوسب سيستم بالضروره بدك تعمل تمشي بهدول الخطوات عشان مثلا to come up with the design لهاي اجراءات العمل, تروح تعملها development تحوسبها مثلا, وبعدين تعملها testing سليمة, بعدين تعتمدها بالتطبيق. نجوان بتحب تضيفي اشي على السايكل هاي لو سمحتي؟ طبعا هيك احنا بنكون بعد ما خلصنا عملية الاكسكيوشن للبزنس بروسس ننتقل على المرحلة اللي وراها اللي هي عملية الاوتوميشن. يعني احنا بنمشي بلايف سايكل كاملة بالبزنس بروسس مانجمنت. يعني زي ما قالكم انفستيكيشن واناليسيز في بعض الكتب الإدارية بتحط لنا اياهم بفيز واحدة بيعتبروها خلاص الاناليسيز. في كتب ممكن يسموها البروسس ديسكفري, يعني خلاص بدوش اناليسيز, بلاش الواحد يفكر انه يعني بكوانتيتيف اناليسيز يعملها, بياخدها كمصطلح بروسس ديسكفري, بحلل بعمل مودلينج بفهم كل الاز از بروسس. بنتقل للمرحلة الأخيرة اللي بده يحكي فيها آخر إشي اللي هي البروسيس أوتوميشن, إنه هلأ أتمتت البزنس بروسيس, لأنه مش من البداية ممكن إحنا نأتمتها. يعني إحنا بدنا نفهمها, بدنا نحللها, نصممها, نشوف وين فيها مشاكل, نحلل يعني من كل جزء كل ستيب داخل البزنس بروسيس, نشوف هل إلها قيمة ما إلهاش قيمة. طبعا قيمة سواء للكاستمر, قيمة سواء للبزنس. يعني فهون أنت بتقرر ممكن في بعض الستيبس تعملها إليمينيشن لأنها نون فاليو, فبالتالي في ويست مثلا ممكن في بعض البروسيسز. بعدها بتنتقل لمرحله الاوتوميشن, بس مش من البدايه انت بدك تتمت العمليه. يعني ما تفكر انه انا بدي استخدم سيستم هذا السيستم المفروض يعمل لي اتمت للعمليه, لا افهم يور بزنس بروسيس, بعدين فكر شو البروسيس اللي انت بدك اياها, يعني حلل الاز از وشوف شو اللي تو بي بروسيس. يعني هاي العمليات كلياتها بكم تفكروا فيها, بعدين ننتقل لمرحلة الأوتوميشن للبزنس بروسس. هاي فإذا أنا بدي anyways كملوا اطلعوا على هذا الكيس. يعني هذه ما فيها فيديو بس هي موجودة بالكتاب وكلكم مفروض معكم الكتاب. كيف ما بدنا تروح تخشوا بتفاصيل هاي الكيس, بس في بروسيس. هذا البروسيس عشان ينجح ويمشي ويعتمدوا بده يمشي بهدول الخطوات. هاي الخطوات لأي إجراء عمل بدك تحوسبه, بدك تحسنه, بدك تمشي فيها. هذه هي الخطوات. وأشوف هذه الرسمة ما بعرف. وهيك منبلش نكون وصلنا نحكي في أول موضوع من هذا الشابتر. بحاول أنا بدي أوقف الفيديوهات